مع قصة القيم والمبادئ، ولكن لا يوجد ما يعني ما فيش قانون يمنعه من ان هو ينتج هذا الفيلم، وما فيش خاصة ان هو هنا ما بيتعرضش في حاجة مصرية، وبالتالي لا بيدخل مصنفات ولا يعرض على رقابة ولا له علاقة بينا خالص. وثم ان زمن الحجب ده خلص، فكرة ان احنا نقفل المنصة تماما ده هيبقى سابقة صعبة جدا على مصر انها يعني تعمل. روسيا حريصة على القيم والمبادئ اكثر مننا مثلا؟ روسيا حريصة على القيم والمبادئ اكثر مننا؟ لا انا بس ملناش علاقة بروسيا. انا بتكلم على مصر وعلى منطقة الشرق الاوسط. مفيش دولة حجبة نتفليكس، مفيش ولا وغير نتفليكس. ولو انا شلته من نتفليكس، انا بتكلم على انه فكرة الحجب اصبحت غير مفيدة. هيكون موجود على اليوتيوب، هيكون موجود على منصة أخرى، وفي حاجات أسوأ من كده موجودة، اللي عايز يتفرج عليها يتفرج، واللي مش عايز عليها يتفرج ما يتفرجش. إذن ما هو قادم ممكن يبقى أخطر كمان، لو بالمنطق ده اللي قادم أخطر، وهنسيب الدنيا مستباحة. عشان كده مجلس النواب إذا كان الأمر يستلزم قانون نعمل قانون، إذا كان الأمر يستلزم حجب مثل هذا النوع من الافلام انها تنزل، مش دراني انا ممكن الفيلم زي ده ينزل في دور السينما، مش دراني. لابد لا، ما هنا بقى لو جال دور السينما هيعدي على الرقابه، هيعدي على رقابه المصنفات، لانه لازم ياخد تصريح، فهنا ده وضع اخر. نحذر من الان، لابد من التحذير من نزول مثل هذا النوع من الافلام، ولابد للدوله المصريه ان تكون لديها الاليات اللي تحمي بها شبابها، اللي تمنع من نشر هذه القيم اللي احنا بنشوف ضغوط بتتعمل على مصر واتعملت على مجلس النواب عشان المثليين. وقبل كده اتكلم الدكتور فتحي سرور منذ كان رئيس المجلس النواب وقال ان هناك ضغوط تمارس على مصر من اجل ان يكون هناك حق للمثليين في الزواج وغير ذلك من الامور، وهذا امر يتعارض مع القيم ومع الدين ومع كل قيمه اخلاقيه على ارض هذا الوطن. ومن ثم نحن نقول أن المسألة طالما أنها عامة وطالما أنها تستهدف قيم ومجتمع زي مصر كده، لابد أن يكون للدولة المصرية آلياتها لحماية شبابها وحماية الأسر المصرية. طب هي وجهة نظر مهمة طبعا، فيها عناصر مهمة. بشكرك شكرا جزيلا النائب مصطفى بكري.